صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالنور والسرور، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. خلوني الحين أرحب بفريق عمل البرنامج ويانا. عندنا في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الزميل أحمد سلامة، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. صبحكم الله جميعا بالحب والسعادة. أعزائي المستمعين، برنامج صحة وسعادة هو برنامج يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى 11 الصبح. خلال هذه الساعة يسعدنا تواصلكم ومشاركتكم عبر أرقام التواصل 600-551414، واللي حاب يتواصل معانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. ومثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة، راح نتناول أهم المواضيع الطبية والصحية اللي تهمكم وتهم صحتكم وصحة مجتمعنا. ويسعدنا بعد أن نفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي لاستقبال مشاركاتكم أو سماع اقتراحاتكم أو ملاحظاتكم اللي بدورها تسهم بتطوير خدماتنا الصحية. فقراتنا لهذا اليوم متنوعة، عندنا فقرة متعلقة بآخر الأخبار والدراسات الصحية، وعندنا فقرة السوشيال ميديا، وعندنا كذلك فقرة التغذية واللي بتتكلم عن الدهون المتحولة وأضرارها. وفي آخر فقراتنا بنستضيف ويانا ضيفة متميزة بتكلمنا بإذن الله عن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات. لكن أعزائي المستمعين، قبل ما نبدأ فقراتنا لهذا اليوم، أنا حابة أسألكم سؤال. هل فكرتوا بيوم من الأيام إنكم تتبرعون بجزء من جسمكم، بعضو من أعضائكم، يعني بعد عمر طويل، لأشخاص ممكن يكونون بحاجة لهذه الأعضاء لإنقاذ حياة أشخاص أو إنهاء معاناة أشخاص صارعوا المرض لسنوات طويلة، على أمل إن يجيلهم اتصال في يوم من الأيام يخبرهم إنهم لقوا المتبرع المناسب. هذا اللي قامت به العائلة الهندية فيجيت فيجايان، واللي ذكر عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حفظها الله في تغريدة له عبر تويتر أمس. هذه العائلة تبرعت بأربع من أعضاء طفلها المتوفي البالغ من العمر 2 لإنقاذ حياة 3 أطفال، 2 منهم إماراتيين، 1 منهم سعودي. تبرعوا بالكليتين وبالكبد وبالقلب. الصراحة يعني هذا العمل يجسد كل معاني الإنسانية، يعني بنفس الوقت اللي تعاني فيه هذه العائلة من ألم فقدان ابنها، لكن حتى هذا الألم ما منعها أنها تتبرع لإنقاذ حياة أشخاص آخرين. ومن برنامج صحة وسعادة أنا حاب أقدم تعازينا لهذه العائلة، والله يصبرهم على مصابهم، وبنفس الوقت نشكرهم على هذا العمل الإنساني. وما ننسى الجهود اللي قامت بها اللجنة الوطنية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ونخص بالشكر كذلك مستشفى الجليلة بدبي ومستشفى كليفلاند بأبوظبي وجميع الفرق الطبية اللي من ضمنها الفريق الطبي السعودي وكل الفرق الداعمة لنجاح هذا العمل الإنساني. والحين أعزائي المستمعين بنبدأ وياكم بفقرة السوشيال ميديا، وبنعرف شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، مع الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء،
ها خبرينا شو عندك من أخبار. أنا كنت ببدأها بتغريدة سمو الشيخ حمدان بن محمد مكتوم، لكن دعوة تتكلمت عن الموضوع ما بقرأها. لا ما علي، خبرينا رأيك أسماء في هذا الموضوع. رأي التبرع بالعطاء هو يعني مو بشيء جديد، لكن الناس يمكن ما يعرفون أن كل شخص يعني يقدر ينقذ حياة 8 أشخاص بالأعضاء اللي يقدر. هو تقريبا 8 أعضاء يقدر يتبرع فيها حسب أنه يعني الأعضاء اللي بتكون يعني ممكن يتبرع فيها في هالوضع حسب التقييم الطبي. فهل يعني موضوع واحد اليوم يتكلم عنه يحس فيه يعني وايد إنسان يدرج أن حتى الكلمات ما تعبر، أنه صعب يكون على أهل المتوفي، ولكن أيضا فرج لأهل شخص يعني يكون في قائمة الانتظار لفترة طويلة أو مدة طويلة. وهذا يبين يعني أبرز معاني الإنسانية عند الشخص، ويزاهم الله كل خير. صحيح، قمة الإنسانية عزيزتي أسماء. يعني من بدأ البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، يعني أذكر أنهم كانوا يعني يقدر الواحد أنه يسجل في هذا البرنامج، ولله الحمد أنا سجلت أنا وعائلتي بعد في هذا البرنامج. لكن أمس الخبر اللي طلع يعني صدق أثر فيه، يعني صراحة يجسد أرقى معاني الإنسانية. صحيح. زين، خبرينا شو عندك من أخبار ثانية. ننتقل للخبر الثاني. تم إعلان يوم أمس في قنوات التواصل الاجتماعي لكل من هيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية عن نقل جميع الإجراءات التنظيمية الصحية من سلطة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة بدبي، وهذا بيكون باعتباره من 24 أكتوبر. بالنسبة لكل الإجراءات التنظيمية الصحية، بالنسبة ستتولى هيئة سلطة مدينة دبي الطبية تسهيل متطلبات الاستثمار في الرعاية الصحية، بما في ذلك جميع التراخيص التجارية والخدمات الحكومية والتراخيص الهندسية ضمن منظومتها المتكاملة. راح تسوي هيئة الصحة مثل جلستين مفتوحين دي كل وهذا فقط بالمستشفيات والقطاع الصحي الموجود في مدينة دبي الطبية، اللي راح يتم نقل تراخيصهم إلى هيئة الصحة بدبي. ففي بيكون عندهم جلستين ممكن لهم يستفيدون منها ويتعلمون على النظام الجديد اللي راح يستخدمونه في الإجراءات التنظيمية الصحية. وأيضا هناك طرق التواصل مع الهيئة واللي هي من خلال مركز الاتصال 8342، وهناك بريد إلكتروني تم تخصيصه للمراكز والمستشفيات اللي موجودة في مدينة دبي الطبية واللي هي dhcc-query@dha.gov.ae. عسب يعرفون السبيلنج موجود عندنا في كل منصاتنا لينكدين تويتر إنستغرام وفيسبوك. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة. عزيزتي أسماء قبل ما تسكرين بس بسأل سؤال. ناوي تزورين إكسبو اليوم ولا في الويكند؟ والله كنت ناوية، لكن نحتاج أترين الجو يبرد شوي. بس في فعاليات وايد حلوة، وكان الجو بعد من كم من يوم كل حد يقول عنه حلو. كان تحدي أيضا دبي للياقة، دام واحد يقدر يخلص 10,000 خطوة بس في إكسبو، فشكلي بسير هناك يوميا. تمام، يعني شو تقولين حق اللي يسمعونا الحين؟ الأماكن وايد حلوة، وأيضا الخدمات الصحية الموجودة هناك موجودة تساعدهم على مدار الساعة، فحتى اللي كانوا سايرين هناك ما يحاتون شيء، كل الخدمات الصحية، مطاعم، كل شيء حواليهم، وكل الإجراءات الاحترازية بعد يعني الحمد لله يعني في مكانها أكيد، ومكان كبير يعني تعرفين الواحد يقدر حتى يضمن التباعد الجسدي بينه وبين غيره، يعني ويقدر يمشي، يعتبرونها منها رياضة ومنها يعني يستفيدون أصلا. حتى المنصات ملهمة دكتور، يعني حتى تفتح طريقة آفاق، فكرة الاستدامة مو كل حد يعرفها بطريقة صحيحة. يعني الاستدامة مو يعني بس خلاص شيء ويستمر، الاستدامة لها معنى وايد أكبر عن شيء. فكل هالأشياء موجودة في إكسبو، فرصة أن الواحد يستفيد منهم كلهم. أكيد يا أسماء، شكلي بصير وياك عيال الويكند. بتريات عيال دكتور. شكرا لك عزيزتي أسماء، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. أتمنى لك يوم سعيد، نلقاك أسبوع الجاي بإذن الله.
أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نكمل معاكم فقراتنا لهذا اليوم. تريونا. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. اتذكروا دائما أن مشاركتكم تهمنا وأكيد تسعدنا. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف كلنا أن الدهون تعد جزء أساسي من النظام الغذائي، وهي من العناصر المهمة للحفاظ على صحة الجسم. والدهون تتضمن الكثير من الأنواع المختلفة، اللي ممكن يكون بعضها جيد والبعض الآخر ممكن أن يكون ضار لصحة جسمنا. لكن شو هي الدهون المتحولة وشو أضرارها على صحتنا؟ بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة عليا دخان، اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير والنور والسرور أستاذة عليا، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. أهلا، صباح الخير. صباح النور أستاذة عليا. خلينا في البداية نخبر مستمعينا بشكل عام شو أهمية الدهون لأجسامنا. طبعا الدهون في عندنا الأنواع الصحية والمصادر الغير صحية. الدهون لها دور أساسي في الجسم، لأنه هو مصدر أساسي للطاقة، يدخل أيضا في تكوين بعض الأنسجة، مثل أنسجة الخلايا العصبية في الجسم، خاصة في مرحلة النمو الأولى للأطفال. يعني الدهون الصحية جدا مفيدة لنمو العقل والنمو الأول للأعصاب بشكل عام. الدهون هو شيء موجود من المجموعات الغذائية ونضيفها في الوجبات، بس دائما نحرص على نوع الدهون هذه ومصدر الدهون، وإذا كان مصدر طبيعي أو مصدر مصنع. فالدهون اللي بنتكلم عنها اليوم هي الدهون المصنعة، مو من المصادر الطبيعية اللي تكون موجودة بشكل طبيعي في بعض الأغذية. إنزين أستاذ عليا، خلينا حين نخبر مستمعينا شو نعني بالدهون المتحولة. أوكي، الدهون المتحولة أو أيضا تسمى بالدهون المهدرجة، دهون هي دهون مصنعة مأخوذة من الزيوت النباتية اللي تكون يعني سائل في درجة حرارة الغرفة، وتم إضافة عليها الهيدروجين عشان تستوي جامدة في حرارة الغرفة. فهذه العملية اللي هي الهيدروجينيتينج أو إضافة الهيدروجين، فصار الزيت من سائل إلى جامد. وهذا يعني الهدف الرئيسي كان منه في عملية التصنيع الغذائي، وكان لحفظ الأطعمة عشان الأكلات ما تفسد، الأكلات الطبيعية أو الفرش ممكن تفسد أو تحتاج تتبرد. لكن إضافة الدهون هذه المهدرجة خلت الأكل فراحيته أطول ويكون في حرارة الغرفة من دون ما يفسد. ففي بداية ما طلع موضوع الهيدروجينيتينج أو إضافة الهيدروجين للزيوت، كان في اعتقاد أنه زيت صحي لأن مصدره كان مصدر نباتي، زيوت نباتية. وبس في عملية التصنيع هذه أن هي إضافة الهيدروجين خلاها معتدلة في حرارة الغرفة أو جامدة في حرارة الغرفة. لكن مع مرور السنوات والدراسات أثبتت أن الدهون المتحولة هذه لها ضرر جدا كبير على الجسم، ومضرة أكثر حتى من الدهون المشبعة اللي تكون طبيعية موجودة في اللحوم الحمراء وفي منتجات الألبان. زين، شو هي أضرار الدهون هذه أستاذ عليا؟ أوكي، كونها هي دهون مصنعة فمو مصدرها طبيعي، فما بيكون لها القيمة الغذائية أو الفوائد الغذائية. زائد الأضرار، هي الدهون المتحولة هاي تشتغل على تأثر على الكوليسترول من الناحيتين. أول شيء ترفع الكوليسترول الضار اللي هو LDL كوليسترول، فترفع عندنا الكوليسترول الضار، وفي نفس الوقت تخفف الكوليسترول النافع. احنا عندنا الكوليسترول النافع في الجسم الـ HDL يشتغل ضد الكوليسترول الضار، ياخذ الكوليسترول الزايد هذا ويوديه للكبد عشان الجسم يتخلص منه. فاحنا كأننا قللنا الشيء الجيد وزدنا الشيء الضار، فبالتالي يصير هنا عندنا ترسبات في الكوليسترول هذه على الشرايين، يصير في تصلب في الشرايين، يزيد العرضة للسكتات القلبية، للجلطات، حتى يزيد العرضة للتعرض لأمراض السكر. فله تأثير وايد مباشر لأمراض القلب،
ومثل ما نعرف يعني أمراض القلب تعتبر من المسببات الرئيسية للوفاة عالميا. أمراض القلب، ودائما تأثير الدهون الترانسفات تأثيرها كبير على أمراض القلب، أكثر حتى من الزيوت الثانية أو مثل ما قلنا الزيوت المشبعة والأكلات المقلية، تأثيراتها أقل من دهون الترانس أو الدهون المتحولة. فطبعا تأثير الرئيسي هو على القلب وعلى الكوليسترول. إنزين أستاذة عليا، الحين تكلمنا عن الدهون المتحولة، نبغى نعرف مصادرها أو وين هذه الدهون تكون موجودة. أكثر شيء تكون موجودة في الأكلات المنتجات المصنعة وسريعة التحضير، يعني عندك أمثلة على مثلا المخبوزات الجاهزة اللي تكون في السوبر ماركتات أو في الأسواق، الكيك الجاهز، البسكويت، الدونات، المارجرين نفسه هو يعتبر دهون متحولة أو مهدرجة. عندنا المخبوزات المجمدة مثل البيتزا، الوافل، الأشياء اللي تكون مجمدة في الفريزر، المأكولات المقلية اللي تكون من المطاعم بالذات، لأن الزيوت المهدرجة أو المهدرجة جزئياً partially hydrogenated تعتبر دهون تتحمل درجات حرارة كبيرة، فالمطاعم يستخدمونها بشكل رئيسي لأن ما يفطرون يبدلون الزيت بشكل متكرر، يعني يستخدمونها القلب لفترات طويلة وشي يتحمل الحرارة، فبالتالي يرمون يقلون في كميات كبيرة من دون ما يحترق الزيت، لأنهم لازم بيبدلون الزيت إذا احترق، فكل ما أنت خدتي جودة زينة من الزيت ما بيتحمل الحرارة لفترات طويلة. وإحنا حتى لو نقلي في البيت، يعني أكل المقلي في البيت غير عن أكل المقلي في السوق، ممكن أمهاتنا دائما كانوا يقولوا لنا هالكلام وإحنا صغار بس ما كنا نقتنع، يعني السبب ليش؟ لأن نقول زيت وزيت ومقلي وخلاص نفس الشيء، لكن الفرق بجودة الزيت، دائما جودة الزيت تفرق. فالمطاعم أو الفاست فود أو بشكل عام يعني ما أتوقع بيحرصون على جودة الزيت، يأخذون الشيء اللي تم معهم فترة أطول وأرخص، فالموضوع تجاري يكون أكثر من قيمة غذائية. فالمأكولات المقلية الجاهزة بيكون فيها نسبة عالية أكيد من الترانسفات. وبعد عندنا البوبكورن، يعني البوبكورن يعتبر من الأشياء الوجبات الخفيفة الصحية، بس نحرص إن ما نأخذ الجهاء اللي يكون في الميكرويف، في الأكياس الجاهزة اللي تنحط في الميكرويف يكون فيها بعد دهون مهدرجة. فهاي بعض الأمثلة، بس ممكن إحنا لو بس فكرنا وشفنا شو الأكلات سريعة التحضير بالغالب بيكون فيها دهون مهدرجة، لأن هي تكون مثل ما قلنا تخلي الأكل ستيبل أو ما يفسد وما يختل، إنه يتم فترة طويلة وإنه يعني يقاوم اللي هي عمليات القلي هذه. فهاي بعض الأمثلة. أنا أفضل أني أنصح الناس دائما يقرون البطاقة الغذائية، لأن في البطاقة الغذائية بيكون مكتوب تحت تفصيل الكربوهيدرات والدهون والبروتين، في تفصيل تحت الدهون إذا كان في ترانس فات، لأن هو ممكن ينحط مصطلحين، يا ترانس فات يا هيدروجينيتد فات، يعني دهون متحولة أو دهون مهدرجة، نبغي النسبة تكون صفر. يعني هم هذين المصطلحين بس عشان نوضحها للمستمعين، إنهم هذين نفس المصطلح يعتبر؟ نفس، يعني الترانس فات هو متحول والهيدروجينيت، يا إما دهون متحولة أو دهون مهدرجة، يعني نفس المعنى. نفس المعنى، لأن هي هاي تعتبر دهون مصنعة غير طبيعية وغير صحية. ودائما في أي شيء باكيتات جاهزة، شوفي أي شيء سريع التحضير مثل الأندومي سريع التحضير، شوربات سريعة التحضير، الثري إن وان، لأن في كريمر، الكريمر المبيض يعني مو بحليب طازج، فبيكون في نسبة ترانس فات، أي شيء نقدر نحضره بسرعة بيكون في نوع من في نسبة، يعني في لازم بيكون في نسبة. إذا احنا في المقابل خذنا مثلا الفراخ العادي اللي هو بذور الذرة العادي سويناه مع زيت نباتي ما بيكون في دهون، صح يكون أفضل طبعا أكيد. هي أخذنا أكل وقليناه حتى بزيت كانولا أو زيت نباتي بيكون ما في دهون مهدرجة. إذا حضرنا الكيك من البيت استخدمنا فيه زيت نباتي أو حتى زبدة، منكون إحنا قللنا أو تجنبنا إن حتى دهون المهدرجة تكون موجودة. فأي شيء إذا إحنا بدلنا نوع الزيت أو صار طريقة التحضير من البيت بيكون مضمون أكثر، وبنكون إحنا تجنبنا هاي الأشياء، أو أخذنا حليب فرش مع الكوفي أو مع الشاي تجنبنا الكريمر أو المبيض. فدائما هالأشياء في لها بديل، لكن الناس تعودت على الأشياء السريعة، يعني عالم السرعة خلى الإنسان حتى ما يفكر في تحضير الأكل نفسه بحجة إن ما عدنا وقت ومشغولين ومستعيلين. هذه ضريبتها ممكن يعني تسبب إن أمراض ما قلتي تأثر على القلب والأوعية الدموية بعد، وبعد ما ننسى بعد ممكن يكون له أثر بعد بأمراض يعني السمنة وغيرها.
صح، امراض السمنه، امراض الكبد، لان امورها كلها متصله، جسم الانسان متصل، يعني كل عضو متصل في الثاني، اذا احنا ضرينا القلب بنكون بعد ضرينا باقي اعضاء الجسم. صحيح. الكبد تبدا تتضرر، يصير عندنا دهون على الكبد، يصير في سمنه، الجسم يعني منظومه وايد متداخله في بعض، احنا ما نقول ياثر على شيء ما ياثر على الثاني. فبشي حتى مرض السكر ممكن الواحد يكون عنده ريسك او عرضه، لان اذا تاثر عندنا الكبد وزادت السمنه زاد عندنا العرضه لامراض السكر. أكيد. إنزين أستاذة عليا، هل هناك عندنا كميات مسموح بها بتناول الأطعمة اللي تحتوي على الدهون المتحولة أو المهدرجة مثل ما ذكرتي؟ طبعاً لا، يعني أغلب الجهات الرسمية يعني مثل الـ FDA واللي هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكي، منظمات القلب، تنصح أنه بعدم استهلاكها، ما في نسبة مسموحة لأنها هي تعتبر دهون ضارة ومصنعة، فقدر المستطاع ان احنا نتجنب مصادر الاكلات اللي تحتوي على هذا الزيت. ومثل ما قلت قبل شوي ان نقرا البطاقه ونحرص ان البطاقه الغذائيه يكون مكتوب عليها صفر ترانس فات. وفي نقطه بعد، يعني ممكن احنا نتاكد حتى من الانجريدينت ليست او اللي هي المكونات، احيانا يكتبون في المكونات هيدروجينيتد فات، دهون مهدرجه، بس في الليبل او في الطابع ينكتب صفر. الشركات عندها طرق ممكن يخشون فيها الترانسفات بطريقة غير مباشرة، فلازم احنا نقرأ المكونات بطريقة يعني كاملة، لأنه مسموح لهم. يعني إذا كان اللي كان نسبة الدهون نص بالجرام، يعني 0.5، مسموح لهم يكتبون صفر. وإذا كان الشخص يأخذ من هذا المنتج مو بحصة واحدة، يأخذ حصتين ثلاث أربع حصص، خلينا نقول باكيت من البسكوت الحصة حبتين فيها 0.5، هو يقدر يكتب في الطابع صفر. فأنا أخذ من هاي مو بسكوتين مثلاً حصة، أخذ أربع حصص بكون خدت جرامين أو ثلاث. هذا إذا ما خلصنا البسكوت كامل بعد أستاذ عليا. ممكن. فهو الجدول لازم نعرف الجدول يكتب للحصة الوحدة. فدائماً نقرأ البطاقة المكونات زائد البطاقة اللي تكون في الخلف. دائماً بعد نحرص حق الأطفال، لأن نحتاج نعطيهم سناكس ممكن وجبات خفيفة سريعة للمدرسة للطلعة. دائماً البسكوت الأكلات الجاهزة هذه نحرص أنها تكون صفر بالترانسفات، مو بحتى واحد ولا نص جرام. ممتاز. لأنهم ممكن يأخذون الشيء كذا مرة في اليوم يوميا، فالتكرار هذا ممكن يسبب لهم الضرر. زين أستاذ عليا، أحين نصيحة أخيرة وسريعة تنصحيني إياها أنا والمستمعين لما نصير نشتري من الجمعية الدهون هذه. النصيحة أنكم أن لكل شخص يبدأ يقرأ المنتجات، لأن نحن بدينا نقرأ المكونات بنكتشف أن في وايد أشياء صناعية وغير صحية موجودة في المنتج اللي ممكن من الأمام يبين صحي. فدائما نقرأ البطاقة الغذائية ونحرص هذا النوع من الزيوت يكون ملغي من خياراتنا اللي ناخذها نحن وعيالنا وكل يعني للعائلة كلها، لأن العرضة مو بس لأشخاص عندهم مثلا أمراض قلب، لا، هي ممنوعة لجميع الناس لأنها مصنعة وما منها قيمة غذائية، مو مثل الدهون المشبعة مثلا في اللحوم، نقدر ناخذ كميات أقل، نحرص أن نخفف لأصحاب الأمراض القلب والكوليسترول. لكن بالنسبة للدهون المهدرجة نحاول نبتنع عنها 100% كثر ما نقدر. أكيد، ونستبدلها طبعا أكيد بالاختيارات الصحية من الدهون. يعني شكرا لك أستاذة عليا دخان، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحوار يعني الشيق، واللي استفدنا من المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. نلقاك بحلقات جاية بإذن الله. أتمنى لك يوم سعيد. مع السلامة. أعزائي المستمعين، الحين وقت الفاصل ونرجع نكمل وياكم فقراتنا لهذا اليوم. تريونا صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع يعني إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، تستعد هيئة الصحة بدبي للمشاركة في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وهي الدورة الأكبر من نوعها واللي يتم تنظيمها تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رعاهم الله. وتقام فعاليتها بتنظيم من مجلس دبي الرياضي خلال فترة من 26 أكتوبر حتى 11 نوفمبر،
وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف ويانا اليوم عبر الهاتف المهندسة آمنة المرر، مهندس معدات طبية وعضو اللجنة الرياضية النسائية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير مهندستنا آمنة، ويا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا، نورتي البرنامج مهندستنا آمنة. النور نورة، تسلمين. مهندسة آمنة، عطينا فكرة عامة عن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات. دورة الشيخة هند تقام كل سنة في هاي الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، ويكون فيها منافسات مختلفة وألعاب رياضية مختلفة. هي كل سنة يكون فيها ألعاب فردية وجماعية، بس هاي السنة بسبب ظروف كورونا وشي خلوها بس ألعاب فردية. فمن هاي الألعاب شيء عندك البولينج، عندك الريشة الطائرة، عندك كروسفيت، وفي بادل تنس دخلوه هاي السنة، بما أن في الأشهر الأخيرة استوى البادل تنس وايد عليه إقبال، وما شاء الله عندنا وايد بنات مواطنات يمارسون هاي الرياضة، ما شاء الله جديدة بالنسبة لنا يعني هني في الدولة. إنزين مهندسة آمنة، خبرينا شو مشاركة هيئة الصحة في هذه الدورة، شو بتكون مشاركتنا؟ الحمد لله هيئة الصحة مشاركة تقريبا في كل الألعاب، يعني عندنا بنات مشاركين في البادل، عندنا بنات في الجري، عندنا في الكروسفيت، عندنا في الريشة، في سباق الدراجات الهوائية اللي هي السياكل، تقريبا في كل الألعاب مشاركين حتى في البولينج. ما شاء الله، زين. ممكن تخبرينا أكثر مهندسة آمنة عن استعداداتكم للمشاركة في هاي البطولة، شو الإجراءات الاحترازية لحفظ سلامة المشاركين يعني بشكل عام؟ مجلس دبي الرياضي منظم الدورة السنة أن مخزين الاحترازات أن تكون الألعاب فقط فردية، عشان يكون في اللي هو المسافة بين لاعب ولاعبة، فبيكون بس المنافسات يعني one on one، بتكون مثلا ريشة طائرة وحدة تلعب ضد وحدة عشان ما يسوون زحمة، وهكذا في كل الألعاب. إنزين، شو إقبال العنصر النسائي عندنا في المشاركة بالألعاب الرياضية بشكل عام أو في هيئة الصحة؟ عندنا نحن البنات مشاركين في، يعني في بنات مشاركين في لعبة وفي بنات أكثر. هم دورة شيخة هند حاطين قانون أن الفرد الواحد يقدر يشارك في ماكسيمم 3 ألعاب. فعندنا نحن بعض البنات مشاركين في 3، مثلا خلنا نقول جري وسياكل وريشة، أو جري وسياكل بولينج. فالحمد لله في وايد فرايتي، يعني الشخص الواحد مشارك في أكثر من مسابقة. يعني عندنا فريق النسائي اللي بهيئة الصحة مشاركين بأكثر من مسابقة؟ هي قلت لك في تقريبا كل الألعاب مشاركين نحن البنات اللي عندنا. يعني ممتاز، زين. يعني لو مثلا مهندسة آمنة، أنا تحمست شوية حين وحبيت أشارك وياكم في هاي الألعاب، هل هناك في شروط معينة للمشاركة مثلا، أو كيف أني أشارك؟ نحن كهيئة ما عندنا شروط، بس كمجلس دبي رياضي يطلبون فتنس تست والأوراق الرسمية طبعا، الهوية والستاف آي دي وهالسوالف، وفي فورم بس تعبينه وتشتركين أونلاين. ما في يعني وايد خلنا نقول إعاقة أو شيء، عادي وايد سلس الموضوع أنك تشاركين. ممتاز، وأنت تحسين يعني أن كل سنة الإقبال على هاي الألعاب، يعني مثلا السنة هل عدد المشاركات عندنا في هيئة الصحة أكثر عن العام أو العام اللي قبله أقصد؟ بصراحة هاي السنة لا، مش أكثر، كانت السنوات الماضية عندنا مشاركات أكبر، بما أن كانوا في ألعاب جماعية. هي. يعني نحن كنا كل سنة نشارك في الباسكتبول، وكان شيء سباحة بعد السنوات الماضية، هاي السنة ما شيء. يعني أي ألعاب يعني جماعية خلاص وقفوها؟ هي وقفوها نحن بس عشان الإجراءات الاحترازية يعني. هي. نحن كل سنة كنا نشارك ألعاب جماعية. ممتاز. حتى في الألعاب اللي عندك اللي هو تشالنج جيمز، اللي تكون يعني نسوي نحن مثلا تيم هيئة الصحة 5 بنات أو 6،
ونلعب مثلا السنة اللي قبل الكورونا سووها في حديقة مشرف. شو هذه؟ خبرينا عن هالألعاب. تكون نفس تحديات، يعني يحطوا لك كل ستيشن فيه تحدي معين تخلصينه في وقت معين، يكون فريق ضد فريق، يعني فريق هيئة الصحة ضد فريق مؤسسة ثانية، فهني يستوي شوي الكومبيتيشن، نوع من التنافس هذا. هي ممتاز. هل يعني مهندسة آمنة تحسين هاي الألعاب أو المشاركة في هاي الألعاب ممكن تأثر على نفسية المشاركات، يعني اللي يشاركون في هاي الألعاب شو مدى تأثير على صحتهم على نفسيتهم؟ ممكن تخبرينا شوي؟ أول شيء الحماس الزايد والإندورفينز يسمونها، هاي يعني نفس هرمون السعادة بالنسبة لنا نحن يوم نلعب رياضة. فالحمد لله أن الهيئة في أي إيفنت رياضي إحنا نشترك فيه، وندعو جميع الموظفين يشتركون فيه ريجاردلس يعني ريايل أو حريم، بس هالمرة إحنا مركزين على الحريم، ومجلس بداية رياضي دورة شيخة هند ما قصروا وإنهم سووا هالإيفنت برايفتلي بس حق الحريم، يعني موفرين كل شيء حتى الأيام اللي فيها مسابقات مثلاً اندور، خلينا نقول يعني داخل جيم معين او صاله معينه تكون مسكره بالكامل ما في ولا ريال يدشها على اساس ان البنات ياخذون راحتهم. صحيح، ويزيدون من اقبال السيدات على هاي الالعاب. هي. يعني مهندسه آمنة، الحين الالعاب اللي استحدثوها السنه هذه ممكن تخبرينا عنها؟ اللي استحدثوها السنه بس البادل تنس، أما الكروسفيت كانت السنة الماضية موجودة لأول مرة، كان الإقبال عليها وايد فعادوها هاي السنة. واللي قلتي عن الأول شيء؟ البادل تنس. هي عطينا فكرة شو هذا النوع من أنواع الرياضات؟ هو نوع من أنواع التنس. نحن طبعا عندنا تنس طاولة، عندنا تنس ريشة، عندنا تنس أرضي، فهذا نوع من أنواع التنس. أنا بصراحة ما أعرف وايد القوانين، قوانين اللعبة. بس اللي عارفه ان ما يستوي في اللاعبين، يعني انت وحده ضد وحده لازم سنتين سنتين على الاقل. ممتاز، وهذا عشان يعني نحفز كل اللي يسمعونا انهم يشاركون بعد ويسالون عن هاي الانواع من الرياضات. زين، تتوقعين مهندستنا اذا شاركت وياكم ضمن فريق هيئه الصحه في دبي وفوزكم؟ يا رب ان شاء الله. كلمة أخيرة مهندسة آمنة توجهينها للموظفات لتشجيعهم على المشاركة وممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل عام. أول شيء أحب أقول لهم أن مشكورين جدا أنكم أنتوا، كيف أقول، أن يعني they respond to our invitation حق هالأنواع من المسابقات، ونحن دائما نحفزهم ونسوي لهم حتى مسابقات داخلية من ضمن الهيئة وسيشنز رياضية، ودورة الشيخة هند مسهلين عليهم البروسس وايد، أن بس يطرشوا لنا أساميهم يعني منو اللي يبغى يشترك، ونحن نقوم بالبروسس كامل، بس يقدمون أوراقهم ونحن ندخل أساميهم، وعقب نطرش لهم الجدول يعني أي فعالية متى أي يوم بتكون. وزيادة على هذا الهيئة مو مقصرة إن تعطي الموظفة يوم أوف في نفس اليوم اللي بتشارك فيه، يعني مسهل كل الأشياء للموظفات ومشاركتها، يعني حتى أن المسابقة بتكون المساء إحنا نعطي الموظفة يوم أوف كامل عشان يعني الواحد اللي بيصير يلعب في المناسبة عشان تكون مستعدة نفسيا وجسديا بعد مرتاحة. صحيح، جسديا ومرتاحة وخلاص مستعدة إنها إن شاء الله تجيب لنا ميدالية. ممتاز، إن شاء الله نتمنى يا رب إنه يعني هي هاي السنة بيكرمون أكثر مؤسسة حاصلة على ميداليات، يعني أكثر مؤسسة حصل ميداليات بيكرمونها تكريم ثاني غير عن الميداليات والفوز وهاي الجوائز. وهذا أول يعني أول مرة يكرمون بهالطريقة. أول مرة هي هاي السنة. ممتاز ممتاز، نتمنى لكم مهندسة آمنة والجميع يعني فريق هيئة الصحة في دبي سيدات، يعني إن شاء الله يا رب نفرح فوزكم ونستضيفكم إن شاء الله عقب الفوز يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك مهندسة آمنة المرر، مهندس معدات طبية وعضو اللجنة الرياضية النسائية في هيئة الصحة في دبي، ونلقاك بحلقات جاية بإذن الله. أتمنى لك يوم سعيد. حياك الله. مع السلامة.
أعزائي المستمعين، خلونا الحين نشوف شو عندنا من أخبار صحية ودراسات صحية. خبر اليوم يتكلم عن فحص بسيط للعين يمكنه اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض القلب. يقول الخبر إن في دراسة أجريت في جامعة سان دييغو بكاليفورنيا، واللي نشرت نتائجها في مجلة آي كلينيكال ميديسن، إن هناك اختبار بسيط للعين يمكنه أن يكشف عن خطر إصابة الإنسان بأمراض القلب. تبون تعرفون شو هذا الاختبار؟ هذا الاختبار هو فحص شبكية العين. فحص شبكية العين خلوني أخبركم عنه يعني بشكل مبسط. هذا الفحص يطلق عليه أحيانا اسم تنظير العين أو تنظير قاع العين. هذا الفحص يعني يخلي الطبيب يقدر يقيم الجزء الخلفي من العين واللي يتضمن الشبكية والقرص البصري والأوعية الدموية اللي تغذي الشبكية. طبعا كيف يستوي هذا الفحص؟ انهم يحاولون انهم يعني يستخدمون قطرات للعين قبل الفحص. هذه القطرات تؤدي الى اتساع حدقة العين ومنع الحدقة من الانكماش عندما يسلط الطبيب الضوء على العين. وبعد وضع قطرات العين وتركها لبعض الوقت تبدأ مفعولها، ويستخدم الطبيب يعني اما تقنية واحدة او اكثر من التقنيات لرؤية الجزء الخلفي من العين وفحص هذا الجزء. زين، الباحثون اكتشفوا أن فحص شبكية العين لدى المرضى أظهرت علامات تدل على ضعف تدفق الدم إلى عيونهم، ويمكن استخدام هذا كمؤشر على مشاكل القلب والأوعية الدموية. وغالبا ما تؤدي أمراض القلب إلى عدم كفاية الدورة الدموية، وقد تسبب في موت خلايا الشبكية. واللي يسأل عن خلايا الشبكية، خلايا الشبكية هي الخلايا اللي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية للدماغ. طبعا المؤلف الرئيسي للدراسة اللي هو الدكتور ماتيو باخوم يتمنى يعني اللي هو جراح الشبكية من جامعة كاليفورنيا سان دييغو هيلث، يتمنى أنه يساعد فحص الشبكية هذا في تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب. طبعا يمكن خاصة الأشخاص يعني اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة أو مثلا أمراض السكري، دائما ينصحون بعمل فحوصات روتينية للعين وشبكية العين. ويمكن أغلبيتنا يعني سوينا هذا الفحص. ومثل ما تعرفون هذا الفحص هو فحص غير جراحي، يستغرق ثواني قليلة، وهو جزء موصى به من الاختبارات الروتينية مثل ما خبرتكم. يعني دائما يوم نسوي الفحوصات الروتينية يفحصون ويشوفون يعني حالة شبكية العين. هذه الفحوصات تصير من قبل أخصائي العيون لتشخيص مجموعة واسعة من الحالات مثل الجلوكوما أو الثقب البقعي. طبعا من هنا تي أهمية اهتمامنا بالفحوصات الدورية الروتينية، واللي احنا نوصي دائما يعني حتى الأشخاص، مو بشرط الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، لا، حتى الأشخاص العاديين اللي بصحة جيدة لازم ان انتوا تسوون الفحوصات الدورية، لان هاي الفحوصات الدورية تحتوي على كثير من الفحوصات، كثير من الاختبارات اللي يعني ممكن تكشف وجود بعض الأمراض أنتم ما تحسون فيها، أو يمكن أن أنتم تتوقعون أن أنتم ما يعني ما تعانون من أي مرض، لكن الفحوصات هذه ممكن تكشف أن مثلا اللي هو مستوى السكر، مستوى الضغط، الكوليسترول، كذلك من الفحوصات هاي اللي هي هشاشة العظام، كذلك اللي هي مثلا من الفحوصات كذلك تقييم الاكتئاب أو تقييم كذلك يعني الحالة العامة للأشخاص هذه. وما ننسى أن من ضمن الفحوصات الدورية هاي يكون عندنا الفحص المبكر. الفحص المبكر الكشف عن بعض الأمراض السرطانات أو أمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، مثل عندنا اللي هو فحص الماموغرام
اللي هو للسيدات، وحين احنا طبعا في اكتوبر عندنا اللي هو شهر الكشف المبكر والوقاية من مرض سرطان الثدي، واللي ننصح جميع السيدات من عمر فوق 40 انهم يعني يسوون هذا الفحص ويكشفون يعني يسوون هذا الكشف طبعا. واما بالنسبة للسيدات اللي عندهم مثلا اعراض او عندهم مثلا عوامل خطورة، ممكن ان يسوون هذا الفحص قبل هذا العمر. عندنا كذلك من الفحوصات المبكرة، عندنا مثلا عندنا اللي هو فحص عن الكشف المبكر عن سرطان القولون، وكذلك الفحص اللي يخص الكشف المبكر عن هشاشة العظام. مثل ما نعرف ان هشاشة العظام اللي يعني ممكن يعاني منها كثير من السيدات، يعني فعشان شي دائما احنا نحث كل اللي يسمعونا على انهم يعني يداومون على الفحص الروتيني اللي من هدفه يحافظ على صحتهم وكشف الأمراض قبل ما تتضاعف. ونتمنى السلامة لكل اللي يسمعونا الحين. طبعا الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين من برنامجكم صحة وسعادة، أتمنى أنها نالت إعجابكم، وتذكروا دائما أنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية ولبس الكمام، واللي ما أخذ التطعيم ياخذه. كان وياكم بالإخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، الأخ أحمد سلامة، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة، وأنكم تستمتعون بزيارة إكسبو 2020. ولين ألقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله، أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.